مرحبا بحضراتكم، واول فقره حواريه معانا، وزي ما بنقول لا صوت يعلو على صوت المباراه النهارده بين الاهلي وصناديق في ذهاب دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا وبدايه المشوار الافريقي بالموسم الجديد. خلينا نرحب بكابتننا العزيز جدا كابتن شريف عبد المنعم نجم الاهلي الاسبق. صباح النصر، صباح الجمال، يوم جميل دايما بتطلع علينا كده الصبح بتدونا امل ان شاء الله. يا رب امل جميل ومعانا منورنا ومشرفنا. وعايزين نبتدي مع حضرتك من حيث المبدا كده، فريق اسمه مش مطروح، مش عارفين عنه تفاصيل كتير، ما ملوش تاريخ، فريق جديد حتى حسب تصريح رئيس النادي نفسه. هل بتكون المهمه صعبه لما النادي الاهلي بيلاعب فريق مش معروف له خلفيه معينه على عكس الفرق الثانيه اللي انت عارف تاريخها وعارف حجم قوتها وحجم امكانيات اللعيبه بتاعتها، ولا ما بتفرقش؟ اي مباراه كريم بتفرق، اي مباراه خارج ارضك كمان بتفرق اكتر. الظروف، طبيعه الملاعب اللي انت بتلعب عليها، طبيعه الجو، تغيير المناخ نفسه، صحيح. بالرحلات، ممكن اي حد يجي له فلو، يجي له يتعب، يعني بتتعرض انت لحاجات غير لما تبقى عايش هنا في بلدك وبتعمل معسكر صغير وفي كنترول على كل حاجه. يعني بالنسبه للتاريخ بتاع الفرقه اللي انت بتلعبها، ده بيديك ثقه اكتر انك انت تبقى مش رايح يعني قلقان. ولان انا بحب الاقي فرق كبيره، يعني مع النادي الاهلي دايما تلاقيه مركز وعنده نتائج كبيره قوي مع الفرق الكبيره. طبعا الفرق الصغيره دي ما تبقاش عارف حساباتها، مش عارفها. من 2013 تاريخهم اشتركوا 3 مرات في البطوله، كبيرهم لعبوا مع زيسكو الافريقي، تعادلوا مره 0-0 واتغلب 1-0. فده التاريخ اللي انت تقدر تذكره للفريق زي ده، انما ما تعرفش الاعمار السنيه بتاعتهم شكلها ايه، شكلهم ايه على ملعبهم. ده المفاجات اللي انت بتعرفها بعد 10 دقائق من المباراه، انما قبل المباراه هنقعد نتكلم وانا هقول لك اصل النادي الاهلي ده هو. طبعا النادي الاهلي هو كل حاجه، انما في بيبقى احتياطات واجبه للاعبين نفسهم مع نفسهم في الاستحواذ في الملعب وتنفيذ مهمه نخلص من المباراه، ما نحطش نفسنا في اي مأزق. يعني فبتعوق حاجه واحده بس، ارضيه الملعب. لما تبقى ارضيه الملعب مش كويسه، واحد يجي يقول لك ايه عليا وعليك، يعني ما يعني ايه عليا وعليك؟ ده اللي سمعناه على فكره من زميلنا فاروق، كان بيقول ان التدريب امبارح كان على ارضيه ملعب احسن بكتير من اللي هيتلعب عليه الماتش النهارده. ف انا بخافش على فريق النادي الاهلي الا من حكايه الارض دي، انما لو بتلعب على ارض سويه كده بتطلع امكانياتك، الفوارق اللي انت كنت بتتكلم عنها طبيعيه جدا، بتقدر تحركاتك، بتقدر لو في الخطط بتاعتك والتكتكس اللي انت دايما بتلعب بيهم، تبقى عندك حريه في التنفيذ، عندك اداء حتى بين اللاعبين، ما فيش حد يجي له ايه يزهق وهو بيلعب يقول لك يو انا مش عارف امسك الكوره، انا وحش النهارده. وهي طبيعه الارض او طبيعه المناخ اللي هو فيه هو اللي مش مساعده. فباذن الله يعني نتغلب على الحاجه زي دي، ويبقى في بقى يعني عندنا احنا بلغه الكوره بقى في عندنا بنتدخل جراحيا بقى بالتصويبات من بره الملعب، بالاحتفاظ اي هجمه بتبقى لازم نستثمرها كويس قوي، تركيز يعني. كل ده بيخلصوا في حكايه التركيز يعني. طيب حضرتك قلت ان هو نادي ربما يكون يعني مجهول الاداء بتاع اللعيبه بتوعه، غير ان هم ما شاركوش بمشاركات كتيره، ولكن هل ده كمان يعني مجهول لدى المدير الفني؟ يعني انا بتكلم هنا على موسيماني، طبعا هو مش موجود ولكن هناك من يحل محله، فحسب برضو ما احنا نعرف ان بيكون في دراسه لكل لاعب وللفريق بشكل جيد قبل اي مباراه بياخدها موسيماني، فهل حضرتك بتعتقد برضو ان ممكن ربما بعض التكتيكات الماتش ده تحديدا تكون غايبه، نقول ان النادي جديد او ان هو ما شاركش قبل كده كذا بطوله؟ بص يا هوان، بالنسبه لاي مدير فني بيحاول يستغل النقطه اللي انت قلت عليها دي، ان هو ما عندوش الخبرات دي، ما عندوش اي حاجه، يستغل يخش يهجم. وهرجع انا وانتوا ايام ما كنا قاعدين انا وانتوا يوم الوداد هنا، ايوه الراجل هجم ولعب وجاب المباراه ورجع بيها وكسب هنا في مصر. فده المفهوم بتاع مدير فني انت بتكلميني عليه، ربنا يديله يعني يقومه من الكورونا دي. فهو عنده حته الاتاكينج بره وجوه ملعبه، عنده معلومات يقدر يديها للعيبه بترفع الثقه بتاعتهم ان هم يقدروا ينفذوا اللي في دماغه. ودايما احنا بنقول المدير الفني لو نجح مع لعيبته ينفذوا بس اللي في دماغه 70-80% بيبقى دي حاجه كبيره جدا. لانك انت معرض في اي وقت في اي مباراه ديك لعيبه ضد المحله، ما حصلكش زيارات يعني وفي ناس هجمت عليك وكانت حاجه ممكن تجيب فيك جول، لا لازم بيحصل الكلام ده، لازم
الكونتر اتاك ده اخطر ما في الحكايه، ولازم نعمل حسابات الشباب اللي هو بيبقى في الفرقه المجهوله اللي احنا بنتكلم عنها. اه في دوكيمنت وكل حاجه هنمشي وراها، اللي هو ماتش زيسكو ده الوحيد اللي انا بكلمك عنه، انما ما اعرفش ايه التغيرات اللي حصلت، يمكن في لعيبه مشيت ولاعيبه جت، بتبقى صعب عليك قوي انك انت في يعني الفرق اللي هي انون دي ان احنا نركز قوي بيلعبوا ازاي، بيعملوا ازاي، هيعملوا ازاي ايه معانا. فهو بيلغي كل ده واطمن الناس ان هو اللي بيعمل الاتاك، هو اللي بيعمل الضغط بره ملعبه يعني وجوه ملعبه، بيخلي لعيبه النادي الاهلي هي اللي تضغط على النادي عشان تفقدهم التركيز ما يقدروش يلعبوا اي كره عاديه. دي فعلا استراتيجيه اللي شفناها. بس يعني فكره كمان ان موسيماني مش موجود، وفكره غياب بعض اللعيبه الاساسيه، بتكلم على ربيعه وقفشه والسوليه، عندك 11 واحد بره. لا ويعني بنتكلم كمان اصابات كورونا تحديدا، فيعني هل نفسيا حضرتك شايف ده ممكن ياثر ولا الموضوع مش كده خالص؟ يعني انا وانت بنتكلم ان بنلعب كل 3 ايام ماتش، فبتاعت في لعيبه بنحاول ندور القصه كلها، ده ياخد شويه وده ياخد شويه وده لازم هيلعب، وده للاصابات العاديه مش الكورونا، للراحه يعني. ما نخليش نقول ان احنا عندنا غيابات فعليه، غيابات فعليه وكل حاجه مؤثره، وواحد زي قفشه مثلا، واحد زي السوليه، دول عنصرين دلوقتي شغالين في الميكانيزم بتاع الفرقه، بيريح ديانج اللي لسه جاي من اصابه برده، بيريح حمدي فتحي، بيريح خط الهجوم كمان بتاعنا احنا بنلعب بيه. انما عندنا الناس اللي هي موجوده اللي احنا احتفظنا بيهم، اللي هم عندهم خبرات دلوقتي في المجال الافريقي ومجال الدوري العام ومجال المصري، عندهم كوره، فبيبقى تايم الوقت، انزل بقى اثبت الوقت اللي انت لما بتيجي تقول له فلان انزل يلعب، لا ما كنتش هتلعب قدام المحله، ما كنتش هتلعب قدام، وانت هتلعب امتى؟ هتظهر امتى؟ فاحنا بنطالب بالناس دي لما تلعب بقى خلاص عندكم فرصه رهيبه، ربنا بيبعت لكم فرص انك انتوا تدوا احلى ما عندكم. نجح في الموضوع ده محمد شريف، يعني محمد شريف اثبت لنا انه هو يستطيع انه ينافس، يستطيع انه يبقى موجود، يستطيع انه يهدف، فهو ده الامل اللي احنا كلنا في اولادنا اللي احنا بنتمنى ان هم يكونوا في اتم صحه باذن الله، العمليه تكمل. انما مفيش مانع ان في ناس هتصاب او اي حاجه هتخرج بره، بس انت عندك نفس الشكل، نفس التدريب، نفس المفهوم، نفس اللعيبه فاهمه الدنيا، التيشيرت الاحمر شكله ايه، وساعات بقى كل ده بيتلغي تحت عنوان التيشيرت الاحمر. اكيد اكيد، وروح الفانيلا الحمراء. طيب على ذكر الجانب النفسي كابتن شريف، مدرب فريق سوني ديب كان ليه تصريح كده قال من خلاله ان هو زملكاوي الهوى او زملكاوي النزعه، وانه هيفوز على النادي الاهلي، فهل العباره دي ممكن تؤتي ثمارها فيما يتعلق بمساله استفزازنا، ولا في اطار الكلام اللي متوقع انه يتقال يعني قبل مباراه من النوع ده؟ هو حق مشروع ان هو يامل لنفسه ان هو يكسب، يعني ما مش هنقدر نحرمه من الكلام. أكيد. كمان انت تحرمني من الكلام كمان مش غلط يعني، بس نوع الكلام ما ممكن يبقى فيه كلام برضو ايه مستفز حبتين. هو عكس موسيماني، موسيماني لما كان بيجي يلعبك هنا بصن داونز يقول لك ايه النادي الاهلي ده فريق كبير احنا ما نقدرش نكسب النادي الاهلي، وبيعمل نتائج عظيمه قوي مع النادي الاهلي. بتبقى سيكولوجيه مدربين يعني، او المتاح بالنسبه له ان هو بقى في بؤره الضوء. طب هل دي فيها اشاره باي حال من الاحوال الى عدم ثقه في النفس، ولا مش بالضروره؟ او بس الثقه، او بس عليك. الثقه في اللعيبه بتاعته ممكن، يعني ما اقدرش اخدها اكتر من كده. أوكي. عدم الثقه دي يعني تقديرا لحجم بطل افريقيا، يعني عدم الثقه انك انت بتلعب بطل افريقيا، سيبك مين هو، ان هو بطل افريقيا في الوقت الحالي اللي هو راح يلعبه واول مباراه ليه، ودي تودي على المجموعات على طول، فهو نفسه يعني حق مشروع قلت لك بالنسبه له ان هو يامل يعني. جميل. طيب لو هنتكلم برضو عن موسيماني، احنا لسه بنتكلم عن او في هذا الملف، وفكره هنا برضو احنا خلاص هو جه على بطوله معينه والحمد لله الاهلي فاز فيها، ودلوقتي بنتكلم في موسم جديد، هل ممكن نقول ان في فكر جديد، في ضغط اقل الى حد ما، فبالتالي هينعكس على فكره هنا التكتيك في الملعب، فكره برضو مش الهجوم من اول دقيقه، يعني انا بسال حضرتك وجهه نظرك هتبقى ازاي؟ وجهه نظري انا البطل دايما تحت ضغط على طول. مباراة سهلة، مباراة في الدوري، مباراة في افريقيا، مباراة نهائي، الراجل ده جه على مباريات مصيرية. من الجميل قوي ان انتوا الاثنين تبقوا بتواكبوا معانا وش حلو، مش كده؟ صباح الخير. ما نقدرش ننكرها الصراحة، ما نقدرش ننكرها ان وشكوا حلو علينا كمان، ان احنا خدنا بطولة افريقيا وخدنا الدوري وخدنا الكاس. الحمد لله. يبقى كمان المدير الفني اللي جاي ده ليه لا ان يكون هو كمان حظه حلو، صح،
يواكبوا حظ حلو، يواكبوا راجل بيشتغل 24 ساعه، تخش تلاقيه فاتح اوراق وبيدرس وبيعمل بيشوف اللعيبه وكلام من ده، وفي نفس الوقت ربنا بيكافئه ويبقى ربنا راضي عليه وعلى المكان اللي هو موجود فيه. فدي برضو حته عندنا نفسيه بقى. ايوه احنا لما بنبقى حاسين ان في رضا كده في الحكايه كلها الدنيا بتمشي طمانينه يعني. طمانينه. فهو الراجل ده من النوعيه دي الحقيقه، تحس انه راجل طيب، راجل بيحب الحكايه، بيحب النادي الاهلي قوي. صحيح. فهو ماشي معانا لحد دلوقتي بدون تقييم يعني. هو كويس قوي يعني، احنا شايفين انه مننا. وفي مش غربه يعني كابتن شريف لقراراته، يعني دايما بتلاقي ان في استحسان حتى من الجماهير نفسه، بعيدا بقى عن مجلس الاداره والمسؤولين عن الفريق الاول لكره القدم. زي مثلا فكره اعاده المعارين صغار السن، زي فكره الاستعانه بالناشئين وتصعيدهم. يعني النوع ده من الامور برضو بيطمن الواحد على المدرب بتاعه، او بيعمل اللي في عقلك. صحيح. اللي انت بتدور عليه. صحيح. اللي الناس بتتكلم فيه على القهاوي وبتتكلم فيه في هو حاسس، يقول لك ما احنا عندنا كذا كذا وعندنا كذا كذا. هو بقى بينفذ ده فعلا، هو بيعمل الطبيعي اللي هو مطلوب من اي مدير فني ذكي او اي مدير فني حاسس بقيمه المكان اللي هو فيه. عندنا مديرين فنيين في العالم كله. يعني انا بتفرج على فريق ارسنال مثلا، فرقه بتلعب كويس قوي وبتتغلب، بتلعب كويس قوي في حته تايهه. لا مش عارف بقى تشيلها للمدير فني ولا تشيلها، دي فعلا حاجه غريبه جدا. ولا تشيلها للفريق ولا تشيلها للاداره، حته كلنا بنحط ايدينا فيها، لازم كلنا نقف قدام بعض ونصارح بعض. عشان كده بقول لك من الجميل جدا انك انت لما تقعد في واحد جه فتره قصيره قوي واندمج معاك بسرعه قوي وشاركك في كل حاجه حتى في الكورونا. ربنا يشفيه يا رب. ربنا يشفي الكل. انا مش عارفين الدنيا على فين يا رب، استر علينا يا رب. طيب انا كابتن شريف، طب انا هاخد بقى كابتن شريف الحاله اللي هو شخصيا كان متالق فيها جدا على ارضيه الملعب. بتشوف مين يا كابتن شريف من اللعيبه الموجودين حاليا في من ستايلك، في من روح لعبك انت شخصيا؟ بس بقى يا كريم ما تحرجنيش الكلام ده كتير. او ناخد فكره انت شايف الصوره ازاي؟ فيش يا كريم طبعا. انا قلت كده والله، السؤال ده مش المفروض يتسال يعني. اي حد بالعكس ده في محله جدا. اي حد في الملعب، بس طريقه اللعب اختلفت. يعني دلوقتي بنلعب 4 3 3، احنا النهارده 4 2 3 1، سايبين واحد لوحده يا عيني وبيحاولوا يعوضوه بالاطراف اللي انا كنت بلعب منها في الاطراف دي. وانا على فكره كنت بلعب طرف وبنزل نص ملعب وبروح ناحيه الديفندر الباك واخد الكوره بس احنا كان عندنا حاجه اسمها السرعات. ما مش عايزين الشكل الجمالي، الباس باس 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 باس. دي لما بنبقى كسبانين 2-3-4 يعني، كنا نروح يتفرجوا علينا يقول لك هيكسبوا كام النهارده، بس في نفس الوقت يكسبوا كام النهارده دي، لان كانت فرقه الحقيقه كل واحد، مش عايز اقول لك بفرقه، كل واحد عنده من التالنت القوي جدا ومن الامكانيات اللي هي تقدر تلعب جنب الخطيب، جنب مصطفى عبده مثلا، جنب طاهر الشيخ، جنب مختار، جنب صفوت. دول لعيبه كانوا قدوا بعض في الدماغات يعني، في الكوره ازاي يتعاملوا بيها، ازاي يفكر وينفذ. فكلهم كانوا زي بعض، ولما بيجي اي حد عليهم بياخد مصطفى عبده مثلا جند كابتن محسن صالح، فبقى الاثنين دويتو. بعدها راح مجند مشي محسن صالح، قعد يطبطب كده على خالد جد الله ويقول له تعالى عشان يضمن السرعات باص اللي كانت بتتعمل له، والسرعات اللي هي موجوده، سرعات مصطفى عبده ورؤيه مصطفى عبده وسرعات يعني من ناحيه الشمال. فانت النهارده انت بتقولي مين اللي هيبقى زيك؟ احنا الشكل كله اتغير، مش عارف يعني. لغايه ياسر ريان مثلا كان في حته الوينج ليفت اللي بيلعب يعني، والسرعات اللي موجوده من الحته دي. بعد كده انا ما شفتش بقى غير دلوقتي رمضان صبحي مثلا على فترات، اللي هو المهاجم اللي بيعمل اتاكينج على الباك وكل اللعيبه بتعمل، حسين شحات بيعمل كده، كل الدنيا بتعمل. المفهوم موجود، بس الشكل التاكتكس والمضمون بتاع الخطه اللي بيتلعب بيها دلوقتي اتغيرت تماما يعني. طب كلهم شريف عبد المنعم، يا ريت يا ريت يبقوا كلهم شريف عبد المنعم، يا ريت يبقوا كلهم الخطيب، يا ريت يبقوا كلهم مصطفى. لا هو جيل بتمناها يعني، جيل فعلا قوي. ودلوقتي في نماذج برده فعلا كويسه جدا، وجيل محمد بركات وابو تريكه والناس دي برده كان جيل عظيم بقى جدا، كان متكامل ما شاء الله، الله اكبر. طيب كابتن شريف هنروح فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. ان شاء الله كلنا ثقه فيكم بلا حدود، وان شاء الله تبقى العشرة عاوزينها زي ما جبتوا لنا التاسعه كده بجداره، وان شاء الله تكون بدايه موفقه ان شاء الله للعيبه والجهاز الفني بقياده موسيمان. نعتمد طبعا على اللعيبه وعلى الجهاز الفني، احنا لسه واخدين البطوله التاسعه من قريب ولسه محتاجين العشرة و11 و12
بنعتمد طبعا على الجهاز الفني كليا ان هو اللي اساسا بيبقى بيدي الطاقه كليا للعيبه، فبنعتمد على الجهاز الفني اكتر. يعني اولا بنهنئ النادي الاهلي بالتسعة، وان شاء الله باذن الله تعالى يجيب العشرة في بدايه البطوله الافريقيه. اولا بندعو الله ان ربنا يشفي بيترو موسيماني. انا مبسوط جدا من البدايه اللي بداها موسيماني مع الفريق، عارف يلم الناس كويس جدا حواليه، وحاس في هارموني في كويس جدا مع اللعيبه. الموسم ده بصراحه يعني حاجه مختلفه جدا وليه طعم تاني، كانت بيتس موسيماني واللعيبه كلهم بصراحه بيأدوا بشكل رجولي، ورساله يعني خاصه الكابتن الشناوي وكل اللعيبه بيظهروا باداء رجولي جدا. احب اوجه رساله للجهاز الفني واللعيبه بالتوفيق ان شاء الله، والعشرة ان شاء الله مع بعض. طبعا اولا بتمنى الشفاء للمدير الفني مستر سوماني، وبتمنى التوفيق للجهاز كله واللعيبه بتاعتنا. طبعا الرساله هم عارفينها، احنا تعودنا منهم كاعضاء لاعضاء ومحبين للنادي الاهلي ان هم يفوزوا على طول. احنا انا عن نفسي كل ماتش بقعد اتفرج وببقى نفسي يفوز، وتعودت على كده. طبعا الحمد لله على النجمه التاسعه اللي خدناها، واحنا هنبتدي بقى لسه اول ماتش يوم الاربعاء اللي جاي، فان شاء الله باذن الله تبقى بدايه موفقه علشان ان شاء الله ناخد النجمه العشرة على طول. الحمد لله احنا ربنا وفقنا واخدنا التاسعه، وكان توفيق كبير من عند ربنا، وان شاء الله بدايه طيبه، وان شاء الله بيبتدوا بدايه حلوه وجميله في السفريه الاولى ليهم ويرجعوا فايزين باذن الله. الف شكر لفريقي الصامد الباسل اللي لا يتغير مع الايام او الاحداث ولا يتاثر بيها طبعا، وشكر للمدرب الجديد الجميل اللي مشرفنا وحقق معنا أهداف جميلة، قدر يوصل بفريقنا لأعلى نقط للنادي الأهلي إن شاء الله. بس أول حاجة نبارك للنادي الأهلي على البطولة اللي فاتت، عملوا إنجاز تاريخي. إن شاء الله البطولة اللي جاية ياخدوها إن شاء الله. النادي الأهلي قادر، المجموعة اللي موجودة قادرة إن شاء الله تحقق نتيجة إيجابية للنادي. طيب ده كان جانب من رسائل مجموعه من يعني محبي النادي الاهلي ومن اعضاء النادي الاهلي للعيبه النادي الاهلي، وطبعا هيكون في جانب ثاني في الجزء الاخير من حلقتنا النهارده، رسائل حضراتكم شخصيا وتوقعاتكم انتم شخصيا فيما يتعلق بمباراه النهارده. عوده بقى الكابتن شريف عبد المنعم اللي اثناء الفصل كنا بنتكلم معاه وجاء ذكر موضوع كورونا واللي عاملاه في العالم كله، والى اي درجه ممكن الرياضه في العالم كله تتاثر بموضوع الكورونا. دايما انجلترا وايطاليا في مجال الرياضه وخاصه كره القدم، او دلوقتي بقت معممه على جميع اللعبات الحقيقه، ف بيبقى لهم البدايات يعني، اذا كان هم بيرجعوا جماهير دلوقتي في نفس الوقت بيدرسوا الشكل الفيروس او الفيروس الجديد او في هيئه صحه عالميه اعتقد بيبقوا هم قريبين قوي من القصه دي طبعًا. يعني عندهم معلومات، فيجي ممكن يقول لك ايه ممكن نتخذ الدوري هذا العام مثلا وان راوند اللي هو الجوله واحده وممكن يقول مفيش ارتباطات دوليه عشان حكايه السفر والحاجات دي وتنقلات، وفي نفس الوقت صعبه جدا. ليه؟ لان انت زي ما احنا عارفين كلنا الحكاية وراها صناعة صحيح رياضة يعني صناعة ضخمة واقتصاد وبيوت غير الانترتينمنت اللي حضرتك كنت بتكلمني عليها، اللي هي الناس حتى على الأقل في الجو الشاحن ده لو عايز تقعد في البيوت يبقى عندهم حاجة يتنفسوا فيها يعني. ف عملية صعبة جدا، القرار فيها بيبقى للناس اللي هي متخصصة انها ما تتضررش العالم كله، ده تضرر العالم كله يعني، مش معقول هم هيوقفوا وانت هتقول لا انا مستمر يعني صحيح. مش هتلاقي برضو في قرارات انت تقدر تاخدها. فاحنا باذن الله يعني نتمنى ان يعني الشهر ده او الشهرين دول يعدوا بقى يا رب بحلوهم بوحشهم يعني باي شكل باذن الله يعني، واحنا يبقى عندنا ثقافه برضو نتعامل مع هذا الوضع يعني. جينا في الصيف
طبعا وريحنا قوي قلنا خلاص الفيروس بيموت في الشمس، خلينا هنروح نقعد في الشمس كل يوم نشوف الدنيا. ربنا يستر فعلا. بس قبل ما اروح مع حضرتك بقى للسؤال اللي جاي وهو التشكيل، انا عايزه اخد تعليق على التقرير اللي احنا شفناه، لان دايما ثقافه الجمهور او جمهور الاهلي تحديدا ان هو خلصنا التاسعه يلا العشره، يعني الثلاثيه يلا عايزين الخماسيه، فهي دي او هو ده الفكر. ويمكن عمر برضو ما الجمهور ما بيحسش ان النادي الاهلي فعلا بيحقق له الطموحات دي، بالعكس الحمد لله. كمان انا بشوف 2020 والشهور الاخيره فيها كانت خير جدا على النادي، فالثقافه دي برضو انا عايز اكلم حضرتك فيها. يعني هي باي نيتشر، يعني الاهلي عود الناس على كده، اللي بيفوز عايز يفوز على طول كدا. اللي واخد على النجاح بالظبط، هو ده الحلو، انك انت على طول بتلعب للفوز بالبطولات، بتلعب للمكسب على طول، فعودت الناس على كده وانت اتعودت على كده، وبقى الراعي الرسمي صانع البهجه الجماهير الاهلي والكره في مصر. بس ده بيشكل ضغط اكيد برضو على اللعيب، ده ضغط عصبي، انت بتلعب بقول لك تحت ضغط عصبي رهيب، هترجع من الماتش ده هتقابل الزمالك نشوف المطلوب منك ايه، الفوز صح طبعا. ما فيش عندهم يعني ماتش الاهلي والزمالك لما يتعادلوا يبتدوا يحسبوا لك الفرص اللي ضيعتها ويحاسبك عليها، فبتبقى عملية جميلة جدا انك انت مطالب على طول بالفوز، ولما بيحصلك اي حاجة وانت بقيت في المصطف بتاع برازيل المانيا طبعا. الفرق اللي هي الكبيرة اللي عشان تسمع ان هم اتغلبوا لازم تشوف بعينك، صعب قوي انك تشوفهم اتغلبوا، ازاي اتغلبوا دول، ايه اللي حصل، انت بقيت زيهم، صعب قوي انك انت تتحط. بس الكلام ده كان حاصل حتى في المرحلة الزمنية اللي حضرتك كنت بتلعب فيها برضو نفس الضغط ده وفكره ان الاهلي بيدخل اي بطوله عشان يفوز بيها، اتربينا عليها واحنا اولاد صغيرين في الناشئين. ما ينفعش نخسر، ما ينفعش نتعادل، يعني ايه اروح العب بره واروح العب جوه واروح اعمل ماتش حبي او ما اكسبش، مهما تحت الظروف، مهما تحت اي حاجه. التيشيرت ده صحيح، التيشيرت ده مش هقول لك ساحر، التيشيرت ده بيديك مسؤوليه وانت بتلبسه كده وانت بتحطه كده على جسمك طبعا. بتتحول تحول ل 80 مليون مطالبين منك بالمكسب، فانت بقى اذا كان امكانياتك 60% بعد ما بتلبس التيشيرت بتبقى 90%. طب كابتن شريف، قبل برضو ما نخش على التشكيل، بما ان احنا اتكلمنا بقى على النقطه دي، ما تاخدنا كده برضو ذكريات حضرتك زمان قبل اي بطوله قويه وبطوله مهمه، برضو حضرتك كنت تقوس يومك ازاي، بتستعد للمباراه او البطوله قبلها ازاي؟ الاستعداد للماتش مش يوم الماتش او ليله الماتش طبعا، ده بيبقى قبلها بتلات اربع ايام، بتلات اربع ايام مركزه جدا، بتتفرج على ماتشات. انا من نفسي يعني بتكلم عن نفسي، عندي فيديو كده وكانت حكايه، وبقعد على الارض حاطط مرتبه على الارض كده وفاتح الفيديو، خدت بالك، وانا بقى اوضتي كلها صور ومش عارف ايه، لعيبه كوره وفنانين اوضه كده عامله زي اوضه الهيبز يعني، فكنت كده واقعد اتفرج على الماتشات بتاعت ارجنتين، أورجواي، البرازيل بيلعبوا كرة ازاي، هو الناس دي بتلعب كرة ازاي، ايه المميزات اللي فيهم، وانزل التمرين اقلد، اعمل الزيادة العددية، امتى اعمل الباس، امتى اركز وابص اشمعنى الراجل ده مشهور وعالمي وكمان، طب ما انا كمان نفسي ابقى عالمي وابقى مشهور فالاهتمام انك انت بالحكاية نفسها. يوم الجمعة الماتش بتبقى احسن واحد في الملعب. خدت بقى زي ما انت بتقولي احنا هنلاعب فرقة نص نص وما اعرفش، انا هلاعب السويس مثلا، بيبقى رد الفعل عنيف قوي، يا بتتغلب يا بتتعادل. وبيبقى في دايما مساحه، بتبقى في رد فعل تفويقه يعني. أيوة. انت كنت فين؟ ما كنت بتذاكر كويس وكنت صح. عايش كويس أيوة وكنت ماشي كويس. هي دي الاساسيات، ده غير النوم بدري طبعا، يعني انك انت تنام بدري، ودي طبعا اتمنعت من الحياه النوم بدري ده، خلاص بقى الساتلايت في العالم كله بقت تنقل من هنا تروح هنا، تخش على افلام تخش عليها، وبقت متعتك وفي البيت برضه يعني بتبقى قاعد في البيت الحقيقه وبتبقى في كل حاجه منتظم، بس هو التوتر بيفضل عندك لغايه لما بنروح النادي الصبح ونقعد مع بعض نتغدى ونصلي ونعمل الاجتماع بتاعنا احنا كلاعيبه ونخش على الاجتماع بتاع الفرقه. خلاص ابتهتت بقى الحكايه بجد بقى. اول ما بتلبس تيشيرت في الاستاد يجي التركيز بقى، الراجل المسؤول عنك اللي هو بتاع التدريب يديك، كان على ايامنا بقى عم فاروق عم حنبله يديك التيشيرت بتاعك ده تلبسه من هنا وتتحول، ما فيش تبص لي في وشك وابص لك ما اعرفكش، مسؤوليه كبيره قوي طبعا، الناس قاعده تتفرج عليك فوق، القاده بتوعك، مصر كلها بتتفرج عليك، عندك ساعه ونص حقيقيه
ايوه لازم تستغلها. هو ده اللي بيزعلنا احنا دلوقتي لما بنشوف كل النجيله في الساعه ونص دول بس. وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. ما هي الساعه ونص دي لا ملكك ولا ملكي ولا ملك الدنيا كلها، ملك الكيان كله اللي هو الاحمر اللي الناس بتتكلم عنه دلوقتي وهم بيعملوا النادي الاهلي. بنشكره على التسعه وعايزين ده كان الرد بقى عليك. عودوا الناس على ان هم فعلا بيرفعوا راس. يقول لك انا اهلاوي، نعمه ان انا اهلاوي ليه؟ بكل الكيان بكل المؤسسه بتعمل على العمل واحد بس، اسعاد الجماهير الاهلاويه. طبعا بعد كده سعاده الجماهير المصريه. ما كانش فيه بقى سهر، ما كانش فيه الحاجات دي، في كل حاجه بس كان كل حاجه في وقتها. بس ما انا عايز اعرف بس ما كانش فيه ايامنا احنا سهر. الفرص اللي زي دلوقتي ما فيش سهر، ما نعرفش احنا يعني ايه سهر. سهر ده يعني تروح تقعدي في الهيلتون مثلا شويه مش عارف ايه. بقولها لك نروح ناكل بيتزا، ناكل نبقى خارجين مع ناس اصحابنا كده سهر شيك. ايوه ايوه مفيش. هو الزمن ده كله كان حلو قوي الحقيقه يعني. لا اسالي كريم بقى. طبعا تقابل بقى مع مفرداته كلها. كريم من يعني صحيح. معانا صحيح. بعض الفنانين لما بتقابليهم ازاي روح الحب والمحبه اللي بينا وما اعرفش. شم النسيم مثلا يمكن ده هو كانت الخروجه. الاعياد ازاي بتتجمعي ومن غير التليفونات بقى. احنا كان عندنا موبايلات ولا يعني وكنا بنلاقي بعض. الصيف كله تلاقي نفسك في المعموره والمنتزه. ايوه كله بيقابل بعضه كده. احنا هنا لما بنيجي بعد ماتش ولا حاجه ننزل نلاقي نفسنا برده في مكان احنا متعودين عليه كله من غير ما نتكلم معاه في التليفونات. الناس عارفه ده بيروح فين وده بيجي منين طبعا. فكان في متعه وكانت الدنيا مش غاليه. طبعا كانت الدنيا باللي بيجي لك تقدر تعيشي بيه كويس قوي. فالدنيا بتتطور بقى يعني. طب طالما الهواند خدتنا بقى للزمن الحلو الراقي ده، هل حضرتك لاحظت ان في اختلافات في مستوى الفرق الافريقيه تحديدا في الزمن اللي حضرتك كنت بتلعب فيه بالمقارنه بدلوقتي؟ يعني هل في فروقات ولا برضو الفريق اللي كان قوي وقتها ما زال قوي الى اليوم اللي احنا فيه؟ لا احنا على ايامنا احنا كان في فرق معانا قويه جدا يعني. بنتكلم على المحله دلوقتي ونقعد نتكلم على فرقه المحله دي خدت الدوري سموهم الفلاحين هم. تفضل تعد في اللعيبه بتاعتهم مش ممكن تاخدش. لازم الفرقه دي قلنا تتاخد كده زي ما هي كده تلعب بيها منتخب مصر. شوف قوتهم بقى وشوف جمالهم وشوف الـ الوقت العصب ده. طب انت فين؟ الزمالك فين؟ اسماعيلي اسماعيلي فين؟ الانديه الكبيره الشعبيه دي بتاعت اسكندري المصري والاتحاد والمصري والكرة. كل دول اللي هم المنصوره كان بيتاخد منها 5-6 المنصوره في طبعا في طب وافريقيا بقى هل في فروقات بين قوه الفرق الافريقيه وقتها بالمقرب نفس الفرق حاليا؟ كان عندك نيجيريا كوت ديفوار والكاميرون زي ما هم الناس دي السنغال طبعا دول ماشيين نفس الجنريك نفس بيتصاعدوا بقى اكتر. ايه التصاعد اللي حصل؟ ان هم بقوا على طول على يوروب ومحترفين اكتر واللي بينزل من عندهم بيروح اللغه الفرنساوي الانجليش الاحتلال الفرنسي الاحتلال الانجليزي اللي كان ماسك المناطق دي كلها على طول في تعامل على انجلترا على فرنسا طبعا. على برتغال على اي حته تانية. ففي عندهم تفريغ دلوقتي حاليا اقوى من زمان. زمان جورج وايا مثلا جورج وايا ده رئيس ليبيريا دلوقتي لعيب كوره وبقى رئيس ليبيريا خد احسن لعيب في اوروبا مرتين ثلاثه. حلو. فكان فيه هناك اداره اتزرع لهم بسرعه كده حاجه اسمها مدير اعمال. احنا ما كانش عندنا الكلام ده خالص. لا عندنا احتراف. انا اتعرض عليا 4-5 مرات احتراف. لو عندي مدير اعمال كنت سافرت. ما عنديش مدير اعمال. مدير اعمال انا هنا النادي. هو اللي يقول هو اللي يقول لا. هو اللي يحدد لك انك انت منتمي لهذا. مضيت استماره كده واحده كده صغيره كده فيها العمر كله. انك انت تابع لهذا الكيان العمر كله وانت محظوظ ومش واخد بالك. علينا ان احنا كنا محظوظين ومش واخدين بالنا. نعمه الاستماره اللي احنا مضيناها. هو عامه الصناعه دي هتكلم صناعه الرياضه برضو اختلفت اختلاف كبير جدا طبعا على مستوى كمان العالمي مش المحلي فقط بس. نلاقيه الهواند اللي كنا نلاقيه لابس جزمه اديداس والكلام من ده ما نسيبوش. جاب الجزمه دي منين؟ طيب كابتن شريف انا هختم حضرتك بقى بسؤال التشكيل وتوقعات حضرتك. التشكيل باذن الله الشناوي محمد هاني وبنون وايمن اشرف ومعلول حمدي فتحي وديان كهربا ومحمد طاهر
في واحد واقع مني راح فين ومحمد شريف محمد شريف ما عدتش مع حضرتك كده 10 كده 10 في واحد اي حد بس انا معيشه الفرقه اللي رايحه هناك مين فهو ناقص واحد اللي هو جنب أكرم توفيق صلاح محسن برافو عليك فهم دول الفريق اللي اعتقد اللي هو يقدر يحقق لك ان انا وانت والجماهير كلها نفسنا فيه يعني يا مسهل يا رب كابتن شريف نورتنا بقى نشوفك في القناه لازم ها يا رب تطلعوا الساعه 12 بدل 10 ده يبقى مش صباحي كده يبقى مساء الخير تاخدوا ده وده حضرتك نورتنا وشرفتنا وان شاء الله تستمتع بمشاهده مباراه قويه يعني ينتصر في نهايتها النادي الاهلي ان شاء الله يا رب دايما كده مع بعض والشوكو دايما يبقى حلو علينا كده ان شاء الله هنروح فاصل سريع جدا عشان نرجع نلحق بقى مع حضراتكم وال يعني الرسائل اللي بعتوها وتتوقعوا كمان ان شاء الله النتيجه النهارده هتبقى كام والرساله اللي بتوجهوها للفريق سريعا جدا بعد الفاصل